يا حيا بكم مشاهدي الكرام مرة ثانية. طبعا أعتبر بأنه المفرج هو هدية صنعاء إلى كل أهل الفن وإلى كل المتذوقين والمستمتعين. حقيقة لا ندرك هذه الساعة كم أو بعدها أو التي تليها، لأنه يمر الوقت سريعا في هذا المكان، لا نعرف أين نحن بالضبط، وإنما مجنحين محلقين في السماء عاليا. حقيقة أهل صنعاء هم دائما أصحاب ظل خفيف ومستمتعين بالظرفة والجمال. الآن أدركت لماذا هذه الميزة دون غيرهم من البشر، لأن هذه الأماكن تخلق فيهم يعني روحا رائعة متميزة. وجهتنا بدأناها بالسائلة طبعا، ومن ثم بستان شهير ومعروف جدا في حارة القاسمي، انتقلنا بعدها مباشرة إلى مركز صنعاء الرائع الذي يحوي مضمون ومضامين كبيرة ورائعة في الأزياء الشعبية وغيرها. بعد ذلك تدرجنا مباشرة إلى الجامع الكبير جوهان. الجامع الكبير شفتها كويس؟ نعم كويس كويس. بعد الجامع الكبير مباشرة وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نقطة مهمة، سوق المعطل. سوق يحكي تاريخ طويل من المتعة. رجل مسن عمره تقريبا 80 عاما، هذه 80 عاما قضاها بعد 10 سنوات الأولى مباشرة في هذا الدكان الذي هو متر في متر فقط، لكن متعة وإثارة وجمال وتميز مع زيت الزيوت اللي استخدمه عبد الناصر. تابعوا وأرجوكم لا تغادروا، سنعود مرة أخرى. وكما تلاحظون المشاهدين الكرام لدي نسبة كبيرة من المشتركين اليوم والمساهمين في برنامجنا، وفي الحقيقة هو جزء من تعريف هام لصنعاء القديمة بمحتوياتها وكنوزها وتراثها. معي الأخ العزيز عبد الناصر العراسي وعصام القديمي، ومعي أيضا مشتركين أصدقاء من مختلف دول العالم. معنا جوهان كوري الجنوبية، مرحبا جوهان، أهلا وسهلا بك. ومعنا أيضا هري من اسكتلندا، مرحبا هري، أهلا وسهلا بك، وسعداء بأن تكونوا معنا. ما رأيكم بأن نفتش اليوم عن خبايا كثيرة لصنعاء القديمة؟ تفضلوا في رحلة استكشافية رائعة متميزة، ودائما الطريق إلى صنعاء. طبعا الحديث مشاهدينا الكرام عن بساتين صنعاء هو حديث مطول. في الحقيقة اخترنا هذا النموذج من البساتين لعلنا نفيد ونستفيد مما يقدم فيه، خاصة وأن أهل صنعاء القديمة اعتادوا على مثل هذه البساتين. في كل حي يوجد بستان معين، هذا البستان يوجد فيه كل تفاصيل الحياة، وكانوا طبعا قبل أن تتطور الحياة بمسمياتها كان كل متطلباتهم من هذا البستان. واحد من العينات ومعنا هنري. هنري كيف الحال؟ تعودت يا هري انك مثلا تشوف مثل هذه البساتين في اسكتلندا. اسكتلندا هي كلها بساتين. نعم، يعني اسكتلندا بلد رائع، خضراء جدا. خضراء جدا صح، ولكن انا احب البستان كده، يعني قطعه من بلدي. اي صحيح، في يمن. صحيح، يعني الخضراء والزهر الشجره كل شيء. طيب يعني. طيب هري، يعني ماذا تتوقع انه يتم زراعه في هذا البستان؟ مزرعة يعني شفنا فواكه. أيوة. يعني خضروات، ما أعرف. أيوة خضروات اسمها، ولكن يعني في خلوة يعني مع الألوان الخضراء الفواكه كل شيء يعني. طيب ممكن نزور الآن هنا وأنت؟ ممكن. نعم ممكن إن شاء الله. حتى طبعا الورود كما تلاحظ عصام انه الورود ايضا جانب مهم في بساتين صنعاء. هذا ورد. هذا ورد. ايوه شلبه. ايوه هذا شلبه. هذا ريحه. ايوه وبصل. ايوه وخضره بيعه بشمي جرجي. كل الاشياء. ونعم. ايوه ايوه كل تفاصيل. أيوة. البستان حق صنعاء قدرنا كلهم. الله يحفظك. كنت اشتري مثلا لو تكتب فينا كم 4 ورد. طربية رائعة من أجمل ليالي صنعاء القديمة. هري يلا
وهذا واحد من المباني الشهيرة الرائعة المتميزة التي فيها مضامين مهمة عن تفاصيل صنعاء القمرية والعقود هل ريشي تعرف شيء عن العقود مثلا؟ العقود في صنعاء؟ هي طبعا العقود هي واحدة من ميزات البناء في صنعاء القديمة، يستخدم فيها مادة الجص وتبنى بطريقة جميلة رائعة، تستخدم فيها الألوان أيضا، ألوان الزجاج المتميز. لا أدري ما مثلا هذه واحدة أيضا من تفاصيل النوافذ المتميزة التي تصنع من مادة الخشب بزخارفها الهندسية البديعة الرائعة. لا أدري جوهان، هل عجبك البناء المعماري في اليمن مثلا؟ عندما زرت شبام ايوه انا شفت يصنعوا هذا نافذ النوافذ ايوه نوافذ ايوه نعم هذا ممتاز. عبد الناصر انا متاكد انه الطيرمانه اي طيرمانه في صناعه تعجبك ما طبعا مشاهدي الكرام، نحن الان امام مركز الحياه الصنعانيه وهو واحد من المنازل الشهيره في صنعاء القديمه، رمم على حساب السياحه والثقافه على اعتبار انه يكون مركز جامع لكل تفاصيل الحياه بما فيها الازياء الشعبيه. ما رايكم بان تتابعوا معنا تفاصيل اهم عن الازياء الشعبيه؟ تعرف لو سالناكم عن الازياء الشعبيه هري، تعرف عن الازياء الشعبيه اليمنية مثلا؟ الازياء الشعبيه يعني المعز الجنبيه كل شيء ايوه هذه طبعا. انت جثا هل تعرف عن الازياء الشعبيه النسائيه مثلا في اليمن من خلال تواجدك في صنعاء؟ لا اعرف. عبد الناصر اكيد انك تعرف عن الازياء الشعبيه طبعا. ايوه انا اكثر زي شعبي عجبك؟ استار صنعاني حاجه. انا حابب استار اصلا الزي الصنعاني هو بدل وليش ما يكونش الزي الحديدي تهامي؟ والحديدي هم كل الازياء اليمنيه هي كلها لها نمط خاص ولكن بس كل واحده لها نمط خاص ولها. اذا انتم مدعوون معي لمتابعه ما سيعرضه لكم مركز الحياه الصنعانيه هري. طبعا مشاهدينا الكرام، نحن هنا في الديوان وهو واحد من الدياوين الشهيرة في صنعاء القديمة، يضم التحف ويضم طبعا نسبة كبيرة من جماليات المنزل الصنعاني الذي بلا شك شيبوب. هل تنازلني في هذه اللحظات؟ اما ان تسمعني شعرا. مشاهدينا الكرام، السيوف في صنعاء واحدة من أشهر المهن الشعبية القديمة التراثية، وفي الحقيقة تعتبر اليمن من أوائل الدول في شبه الجزيرة صناعة للسيوف، وهذه طبعا نماذج من هذه السيوف القديمة الموجودة في ديوان صنعاء. طبعا مشاهدينا الكرام، القرقوش واحدة من تفصيلات الحياة النسوية في صنعاء، وطبعا مطرز بأنواع من الفضة الأصلية الرائعة المتميزة، وكانت له تفصيلات. عبد الناصر ممكن أسألك سؤال يا أخي؟ تذكر القرقوش مثلا كان مع واحد من البنات في يوم ما القرقوش؟ أيوة. ما زال معهم كثير من الأسر وما زال طبعا اكيد بس في البرع يعني في محافظة صنعاء حول صنعاء. طيب ممكن اجرب يا اخي عليكم لو سمحتوا؟ ضروري ممكن بس نمشي هنا القرقوش. طلعت قمري يا عبد الناصر. والله قمري في عصام. اذا نختم معكم مشاهدي الكرام، نغادر ديوان صنعاء هري، يلا ننتقل إلى مكان آخر وفي تفصيل أخرى.
طبعا مشاهدينا الكرام، سوق الزبيب واحد من الاسواق الشهيره الموجوده في صنعاء القديمه، ونحن في طريقنا الى سوق المعطاره. طبعا نهايه المطاف في حلقتنا وبرنامجنا الطريق لصنعاء، عرجنا على هذه الروائع الجميله المتميزه وهذه الكنوز التي بالفعل نحملها الى كل اصدقائنا العرب واصدقائنا الاجانب في كل مكان واخوتنا. اسال جثان، نعم مكسرات صح؟ نعم رائعه جدا، مكسرات لذيذة جدا. زرت هذا السوق من قبل مثلا؟ نعم انا درست في صنعاء قديمه. صنعاء قديمه أيوة. تعرف كثير يعني؟ نعم ليس اعرف كثيرا، لكن يوجد في كوريا هذا عنب جفاف صحيح. هذا عنب يجفف حتى يصبح الان على شكل هذا الزبيب. هذا افضل زي افضل رقم واحد زبيب. عبد الناصر يعجبك الزبيب يا اخي؟ ها يعجبك الزبيب اكيد والله. يلا على اساس الليلة ان شاء الله عايش الليلة. لا اسمعك المريض. طبعا ايضا في اللوز والجوز البلدي. هذا شوف، هذا لوز يمني درجة اولى، يعني لوز ممتاز درجة اولى. ايوه درجة اولى. يلا شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم عم احمد، كيف انتم؟ الله يعافيك. اموركم طيبه؟ الحمد لله، كل شيء على ما يرام. الله يفتح عليكم. الله يبارك فيكم، انتم احلى ناس بتجسدوا الازيه الصنعانيه الغايه. ايوه هذا تسمى التوزه. نعم هذا التمبي. هذا التوزه. هذا التوزه وهذا اللبس ما هذا ما صنعاني. هذا القميص. ايوه هذا قميص سمى. وهذا الزن وهذا العمامه. هذا عمامتها. الله يبارك فيكم، ما لزم مننا اي خدمه لكم. الله يبارك. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. Let's go.